الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة الآن مع يعني الإبانة ابن بطة العقبوري الحنبلي، وفيه ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدال والكلام. تعلمون أن الخراب حقا في أهل الجدال وأهل الأهواء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى جعفر بن زيد بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ابتدع قوم بدعة إلا أعطوا الجدل. أعوذ بالله، عقابه. هذا العقاب عقاب وخيم، كما قلنا بأن من عقاب الله جل في علاه، ورد حديث في ذلك الحمد لله رضي الله عنكم، من عقاب الله جل في علاه أن من ظهرت فيهم البدعة فلم ينكروها سلب الله منهم السنة. فإذا شاعت البدعة وذاعت اختربت العقيدة، فإن اختربت العقيدة مال الرجل وانحرف ولا يجد له سبيلا، فإنه في أي هوة صحيحة سيسقط فيها ثم ذلك يعني يهلك. ما ابتدع قوم بدعة إلا أعطوا الجدل. وهذا إسناد حسن، وأيضا بإسناده عن أبي أمامة قال حماد قال: لا أدري رفعه أم لا، ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالتها التكذيب بالقدر، وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال ابن صاعد وأبو مخزوم اسمه حماد ما روى عن القاسم غير هذا الحديث. والحديث هذا يعني ابن كثير أورده في التفسير، و يعني يسرد على هذا الإسناد. وأيضا روى المصنف بإسناد عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد ضعيف جدا، يعني خرج على أصحابه يتنازعون في القرآن فغضب غضبا شديدا حتى كأنما يعني يصب على وجهه الخل، قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إذن هنا نقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل. وقرأ قول الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وأيضا بإسناد فيه شيء من الضعف عن أبي أمامة رضي الله عنه وارضاه: بينما نحن نتذاكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزع هذا بآية وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما صب على وجهه الخل، فقال: يا هؤلاء، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه يوقع الشك في قلوبكم، فإنه لن تضل أمة إلا أوتوا الجدل. في رواية أيضا قال المصنف بسندي عن أبي أمامة أيضا، شو أكثر من رواية وهذا، لكن هذا الإسناد حسن، قال رسول الله: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إلا أوتوا الجدل، وهذه مسألة عظيمة في هذا الباب. أمين أم أمين. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابتدع قوم بدعة إلا أعطوا الجدل. وهذه فيها دلالة على خطر البدعة، وخطر البدعة عظيم. من أعظم ما يكون خطر البدعة أن البدعة إذا ظهرت لابد أن تهدم السنة، لابد. إذا تمكنت البدعة هدمت السنة. ولذلك الغرب والمستشرقون لما أرادوا ضرب الإسلام قالوا: ليس بالأسلحة التي يمكن أن يعني نكسر بها هؤلاء. هؤلاء لا ينكسرون بذلك، كلما علت الأسلحة علت رؤوسهم، ولكن الكسر الحقيقي هو في عمق ما يعتقدون، وهذا الذي يفعلونه. أنفقوا أموالا طائلة، نعم، الغرض المقصود. فقالوا عمق الكسر من العمق، عمق الاعتقاد، شوشوا عليهم اعتقادهم، انشروا بينهم البدعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما يحدث في آخر الزمان نبوءة، عندما قال: يأتي مراء يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا.
والبدعة فيها منازعة لربوبية الله جل وعلا. المبتدع ينازع الله جل وعلا، لا هذا لازم ما يفعل، سواء بقى أقر أو لم يقر هذا لازم ما يفعل، لأنه ينازع الله في التف... في التف... في ال... في ال... ينازع الله جل وعلا في 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 ربوبيته. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمبتدع يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، التقصير في البلاغ أو التقصير في البيان، لأن الله تعالى قال: اليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، هو ينازع الله، ينازع الله في الربوبية، وهو يكذب حتى بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو يقول: ما تم الدين، ما اكتملت الآيات والتشريع، لذلك يشرع. لذلك شوف قال: ما ابتدع قوم يعني بدعة إلا أعطوا الجدل. هذه عقوبة، عقوبة التفريط يأتي بعدها. ولذلك الله تعالى يعني يبين أنه من حرف أحد قط إلا فتح الله عليه أبواب الهلاك. ومن أبواب الهلاك الجدل، يعني لأنه لو لم يفتح عليه باب الجدل يرجع عن البدعة إلى السنة. لو لم يفتح عليه أبواب الجدل لما ضارع الحجة بالهوى، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. فلذلك ترى أن الحق يظهر يتجلى كالشمس ساطعة، ولكن هو يحاول أن يغطي الشمس بهذه الأهواء التي يتبناها. وما أوتوا الجدل إلا بسبب البدع التي تأصلت فيهم وتمسكوا بها. ولذلك أنت ترى المبتدع يعتقد ثم يستدل ويلو عنق النصوص، وأيضا مع لي عنق النصوص يا حبيبي، يلو عنق النصوص، وأيضا تراه يأتي بأدلة لا تقارب ولا تقارن الباب بحال من الأحوال، ولكن يأتي يعمي بها على الأغمار. وهذه مسألة عظيمة جدا، لابد أن تفهموا هذا الباب كيف يسير، لأن الله تعالى يعاقب من يخالف شرعه. ولذلك المعتزلة والأشاعرة وأهل البدع والضلالات الله تعالى يجعل لانحرافاتهم انحرافات، الله جل في علا يجعل لانحرافاتهم انحرافات، وانحرافات عظيمة ليست بالهينة، يصابون بذلك. لا والله، أتتعلم عند المبتدع؟ أنت ما حضرت معنا الباب قبل ذلك. بلا بدعة يا حنان عياد، بلا بدعة. ولذلك كل من يأخذ بالبدعة وينشرها بين الناس ما تراه إلا معوجا، ما تراه إلا منحرفا عقديا. وإن وقفت معه وعمقت النظر فيما عنده لا تجد منه قط ثباتا ولا سدادا ولا رشادا على التعرف على الله جل في علاه. أظلم الله قلبه في هذا الباب، وتراه في مسألة العقيدة على التمييع، والتمييع يساوي التضييع، والتمييع يساوي التضييع. الذي لا ينكر ويقر لابد أن يجلد تعذيرا. عمر بن عبد العزيز أخذ رجلا لم يشرب مع الذين شربوا وكان صائما، وقرأ عليه قوله تعالى: وقد نزل عليكم أو قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. البدعة عظيمة جدا، البدعة سبيل الكفر، البدعة هي بريد الكفر. ولذلك انظر إلى العقوبة، هذه من أخطار البدع، ليس الوقوف عند البدع فقط، من أخطار البدع أن من ابتدع فإنه يبتلى بالأهواء، ويبتلى بالجدل، ويبتلى بالتحريف، لأنه انحرف عن الطريق المستقيم والشرع القويم. لذلك قال حذيفة: السنة تجمع والبدعة تفرق، وما أشرب قلب عبد حب البدعة وانتفع قط. ولأن الله جل في علاه يعني نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، أن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. شوف مصدود ومسدود عنده الطرق التي يصل بها إلى الله جل في علاه. هذه المصيبة اللي احنا عايشين فيها حنان، لما تنكر البدعة تقول لك فيها خلاف. أي خلاف؟ ليس خلاف، الخلاف الذي عليه دليل وحواه الدليل
قد نقول لابد من الإنكار فيه أيضا، كما فعل علي بن أبي طالب مع ابن عباس في المتعة، وفعل أبو سعيد الخدري مع ابن عباس في مسألة الدرهم بالدرهمين، وأنكروا لأن الحق واحد. لو قال لك فيها خلاف، لو قالت لك فيها خلاف قولي لها الحق واحد ولا متعدد، الحق واحد ولا متعدد. يبقى إذن لابد أن أبين الحق، ولابد أن أبين ما أعتقده أنا حقا. لذلك كانت العقوبة وخيمة، ما ابتدع قوم بدعة إلا أعطوا الجدل. وأعظم البدع، وأعظم البدع البدع في الاعتقاد، أعظم البدع البدع في الاعتقاد، وأعظم من البدع التميع في البدع. وأنا قلت لكم من سوى بين أهل السنة وبين غيرهم قد ميع القضية، قد ضيع الاعتقاد. يعني ينادي على نفسه إما بجهل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإما بجهل اعتقاد أهل البدع والضلالة. عندما يسوي بين المفترقين، عندما يسوي بين المفترقين. والمسألة ليست بالهينة. وهنا أيضا في الرواية الأخرى عن أبي أمامة قال حمد لا أدري رفع أم له، قال ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالاتها التكذيب بالقدر. شوف هنا الآن عندما ينحرفون عن طريق السوية، عن الطريق المستقيم وعن الشرع القويم، هنا يتشربون البدع، يبتلون بذلك. فكان أول الضلال ابتلاهم الله جل وعلا بتكذيب القدر القدرية. ولذلك قال الله تعالى يعني عن القدر وكل شيء، وقال وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستتر. وفي حديث الاحتجاج أنت موسى، ثم قال له أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. فالحاصل أن القدر، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. أول من حرف القوم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلوا بتكذيب القدر. قال ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالاتها التكذيب بالقدر. ولذلك ورد مرفوعا وموقوفا القدرية مجوس هذه الأمة. طبعا المرفوع ضعيف. القدرية مجوس هذه الأمة، إن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. لذلك قال وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل. وكما قلت الجدل جدلان، جدل ممدوح وجدل مذموم. الجدل الممدوح هو الجدل على الحق مع 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 مع, مع, مع الأدلة الواضحة البينة، كما قال الله جل في علاه لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فهذا جدل ممدوح لإظهار الحق ولبياني، وجدل مذموم هو المغالبة الذي الأصل فيه المغالبة، وفيها ضرب الحق بالباطل، وفيها إعلاء لكلمة الباطل. هذه التي يبتلى بها القوم إن حادوا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. ولذلك على وتيرة إنما البيع مثل الربا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وألقوا الشبه على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون يعني أنت لا تأكل ما ما ما, ما أماته الله، وتأكل ما قتلته أنت على أساس الميتة لا تؤكل، وأن الذبيحة تؤكل. شوف انظر إلى ذلك، كما أنهم جعلوا الزنا كالنكاح. فهم يلبسون، إنما البيع مثل الربا، يلبسون جدلا على الحق وعلى أهل الحق. ثم تأتي الأدلة الواضحة الجلية لكنهم لا يعملون بها. الغرض المقصود إبراهيم عليه السلام عندما قال إن ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. شوف التلبيس في هذا الباب، قال هذا أحييناه وهذا قتلناه، أنا أحيي وأميت. فالمسألة لما كانت سفسطة هنا أدارهم إبراهيم عليه السلام في المناظرة إلى أمر قاطع. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إن كنت صادقا ففعل ذلك، فأتي بها من المغرب. وفي رواية أيضا عن أبي أمامة لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، يعني الآيات المجملات لا تضرب الآيات المجملات بالمجملات، لأن هناك المحكم وهناك المتشابه، والمتشابه أن ترد على المحكم يظهر المراد منه، لكن أن تضرب المتشابه المتشابه فأنت بذلك أردت الفتنة، كما قال الله جل وعلا على الذين يبتغون الفتنة.
كما قال الله تعالى: الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فانظر هنا الأمر جلي في هذا الباب، يضربون كتاب الله بكتاب الله، يأخذون المتشابه ويتكلمون عنه، يعني هم يضربون المتشابه بالمتشابه ويتمسكون بالمتشابه. وانظر هنا إلى, 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 إلى الأسماء والصفات كيف يفعلون بأنهم يشوشون على الناس بالمتشابه، وأيضا حتى في أبواب القدر يعني يأخذون بمتشابه القول. ولذلك لما جاء صبيغ إلى عمر بن الخطاب وقال في رأسي أشياء ضربه بالدرة حتى أدماه، قال: ما تجد؟ قال: ذهب عني كل ما أجد. وذلك قال الله تعالى: وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، على عيسى عليه السلام. وفي رواية أبي أمامة قال: يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعده ببعض، فإنه يوقع الشك في قلوبكم، فإنه لن تضل أمة إلا أوتوا الجدل. إذن لابد أن نخلص من هذه الأحاديث أو هذه الروايات إلى أمر مهم جدا، وهو أنه لا يمكن للإنسان أن ينجو ولا تكتب له النجاة في الآخرة إلا أن يكون تمام التسليم في قلبه لربه سبحانه وجل وعلا، وتمام التسليم لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يترسم خطى النبي، لأن النبي قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكانهم قالوا: وما الحل وما النجاة؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي قال: وكل ضلالة في النار. إذا لابد الإنسان في الخلاص من ذلك تمام التسليم للرحمن سبحانه وجل في علاه، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وأيضا لقول الله جل في علاه: فلا وربك. الكلام كما قلت الخلاص من ذلك الجدل والهوى، قاتلان يفتكان بالمؤمن وبقلب المؤمن وبإيمان المؤمن، والتسليم والانقياد. هذان قائدان يقودان المرء إلى النجاة، بل إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. التسليم التام لله جل في علاه وللنبي. قال الله تعالى: فلا وربك ولا لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم أجوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما وإن تطيعوه تهتدوا. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا النجاة من المتعرجات، النجاة من عضل المسائل، التسليم التام لرب العباد. يعني لما يخرج من ننصحه في مسألة الأسماء والصفات يخرج يقول: ونحن إلى التأويل خشية التمثيل، هذا اعوجاج عقدي ليس بعدها اعوجاج، وهذا عدم تسليم أيضا. كيف لا يسلم لربه وهو يقول: يد الله فوق أيديهم؟ كيف لا يسلم لربه ويقول: تجري بأعيننا؟ ما تقول للمجاز ولا تقول للآن، لو قلت بذلك شبهت. أين أنت من قول تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ وقد قال إن الله كان سميعا بصيرا. قال الله تعالى: هل أتى على إنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هو سميع بصير وهو سميع بصير، لما لم تجعل السمع سمع وبصر بصر هنا الآن؟ لما لم تمثل ما تقول هنا قوله أيضا في باقي الصفات. المشكلة كما قلت إذا دخل الهوى أو الفكر سيطر يعني أظلم القلب. لذلك الهوى أخطر شيء على الإنسان، هواه أخطر شيء على الإنسان بالنسبة لأمر الدين، هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال: إلهه. ولذلك الحديث وان كان في بعض الضعف لكن يستأنس به: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلا يمكن ان يزيل الجدل والخصومه الا بنزع الاهواء مع تمام التسليم لرب الارض والسماء، مع تمام التسليم. ولذلك قال الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم.
من أمرهم. أقول لو ضربنا الأمثلة على ذلك أروع ما يضرب في هذا الباب لينجلي ما أقول في مسألة الطواعية وتمام الانقياد ومسألة الهوى حتى ولو كان الاجتهاد. عمر بن الخطاب يقول قد فعلت لهذا اليوم أفاعيل أفاعيل من صوم ونذر واستغفار لأنه عارض النبي. قال يا رسول الله ألسنا الحق؟ شوف هنا وجهة النظر القوية التي تنطلي علي أحد، لكن النصوص لابد أن تكون براقة. وتمام التسليم نجات، تمام التسليم نجاة لرب الأرض والسماوات. قال ألسنا الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا، فلما نعطي الدنية في ديننا. فقال شوف انظر هنا الكلام موزون، ألسنا الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. ألست أنت الذي قلت لي، طبعا أنا أبين هذا تفسيرا، ألست الذي قلت لي عندما قال أبو سفيان قال يوم بيوم بدر، يوم النساء ويوم النصر، يوم علينا ويوم لنا. فقال النبي ألا تردون عليه؟ قال عمر وما نقول؟ قال قولوا لا سواء، لا سواء، قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. لذلك قال ألسنا الحق وليس على الباطل؟ ويقول النبي بلى بلى. فقال له لمن أعطي الدنيا في ديننا؟ الموت القتل عندنا في الجنة، شهداء في الجنة وهم في النار. فالنبي ماذا قال؟ قال أنا رسول الله فلا أحيد عن أمري، أو قال أنا رسول الله ولن يغضبني الله. فبين أنه يترسم خطة السمع والطاعة وتمام الانقياد. أبو بكر نجح وارتقى، ولذلك كان البون شاسع فرق واسع بين الفاروق وبين أبي بكر. ذهب لأبي بكر يستنجد، ذهب لأبي بكر في ذلك يسأله، فقال له أبو بكر، قال له لما قال له ألسنا حق ألسنا باطل؟ قال بلى بلى. قال في نوع الدنيا لديناه؟ قال الزم غرزه، الزم غرزه. هنا الأدب الذي نتكلم عنه، أن الهوى لا ينطرد إلا بتمام التسليم، وإعجاب كل ذي رأي برأيه لا 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 ينطرد إلا بالمسكنة وإظهار الفاقة والفقر رب العالمين سبحانه وجل في علاه. هناك فرقة تسمي نفسها الصادعون، يصدعون بالحق. هؤلاء كذبة، هؤلاء أقرب ما يكون للدواعي شحات. صادعون، صادعون إيش؟ صادعون يقارعون الحجة بالحجة، صادعون الباطل ليتهم كذلك. لا، الصادعون يقول نصدع بالحق، نصدع بالحق لا نتوانى. وأيضا حتى يعني أن نقول الصدع بالحق لابد له من إيش؟ لابد له من ضوابط. الشرع جاء بضوابط كبيرة جدا في هذه المسألة. ولا يعلو أو ولا تعلو راية الإنسان الذي أراد الوصول إلى الرحمن سبحانه وجل جل في علاه إلا مع انضباط ضابط الشرع. فلذلك التسليم، قال أبو بكر إلزم غرزه هو رسول الله ولن يغزله الله. ولذلك عمر يقول فعلت لذلك أفعالا. وظهر هنا الفارق بين الصديقية وبين الفاروق. ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما ظهرت البدعة في قوم إلا أوتوا الجدل. ولأن البدعة هوى، وإذا تحكم الهوى عارض النصوص، لا يلتقيان بحامل الأحوال، لا يلتقيان إلا أن ينزل الهوى تحت راية الأثر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كما قلت في ضعف استأنس به، قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يكون حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه يوقع الشك في قلوبكم، فإنه لن تضل أمة إلا أوتوا الجدل، فإنه لن تضل أمة إلا أوتوا الجدل. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأن يحفظ قلوبنا من الأهواء ومن الخصومة ومن الجدل ومن الجدال بالباطل. وقال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وهذا الذي أقوله عندما تأتيني تخصص النصوص بعلل مستنبطة، أنت أيضا يعني يقال فيك قوم خاصمون. وأيضا عندما تعارض النصوص بالأهواء أو تعارض النصوص بأقوال الفقهاء فأنت ظالم لنفسك وظالم لهؤلاء الأئمة. قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنت فيما شجر بينهم ثم لا يجوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. أنا أستفز ردينا لترد علي شباك المذهبية الضالة، ودي معناها عندي أنني يقيد. هناك مذهبية تصح وقد يصل الإنسان إلى العلم بها، وهي
على طريقة المتقدمين لا على طريقة المتأخرين. فالمذهبية الضالة ضربوا النصوص وأعرضوا عنها وأتوا بأقوال الفقهاء فحلوا محلها وعظموا المتأخرين دون تعظيم المتقدمين الذين قد وردت فيهم التزكية من فوق 7 سماوات. قال: والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. فكل من وقف أمام الشريعة وكل من وقف أمام الآثار فهو له حظ ونصيب من قول ربنا الرحمن سبحانه في كتابه القرآن: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم حدثنا أنبأنا أخبارنا وإلا فخل وبقل. العلم حدثنا أنبأنا أخبارنا وإلا فهلاوس الشيطان. علينا أن نفهم هذا ونعقله جيدا، فإن الجدال والخصومة بالهوى باطل، وإنها تهوي بصاحبها في هوة سحيقة، لا سيما أنه نصب نفسه معارضا لله جل في علاه بهوى، وأجرى النصوص على عقله. ولذلك أنت ترى يعني الذين يقولون ببدعة حسنة وبدعة سيئة، لما المغربي الذي ناقشني هو دكتور، أستاذ دكتور في الجامعة، هو كان رئيس الجامعة ما أدري، المهم أنا قلت له أنت 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 خلفي، فهو قال لي تسمني بأنني خلفي، قلت له لا، أنت خلفي متخلف، مش خلفي فقط بل خلفي متخلف. هؤلاء القوم الذين يتمذهبون بمذهب أجر عقلك لغيرك، أجر عقلك لغيرك، ويقولون تناطح ما، نعم أناطح ما عندي النص، سأناطح الجميع وسأسكت الجميع ما دام النص موجودا، وسأسكت الجميع ما دام النص موجودا. فقال لي الآية، فقال لي تقتضي، قلت له تقتضي من وين؟ أنت تحكم عقلك على كلام الله جل في علاه؟ يقول اللغة، قلت له اللغة واضعها الله جل في علاه. ومن قال لك أننا نحتاج إذا أن تقول لي بقواعد اللغة أن تحكمها على آيات الله جل في علاه؟ لذلك فر فرارا لطيفا ناعما. وأقول كما قلت، هؤلاء أوتوا جدل المنطق، يعني أنت أصلا يعني الرجل الذي تكلمت عنه كثيرا، أنا يا رب تعرفوه لأن أنا أيضا يعني ما ينفعش حتى أتكلم باسمه الآن ولا حتى بطرقاته ليعرف، لكن العمامة لها ما لها، وقلب القاف الجيم له ما له في هذا الباب. يعني كان في لقاء جامعي وبعض الطلبة بيسألوا عن مسألة الموسيقى، يقول له والمنطق والأصل في المنطق وقاعدة المنطق، هذا الذي صدر به الباب. انظر إلى أهل البدع كيف يكشف أحدهم نفسه عندما يعتلي منبر الكلام والاستدلال. قال المنطق، ابتدأ وأنت أصلا أنا أقول لك قاعدة تعلمها مني: قيمتك دليلك، إن أردت أن تعرف قيمتك فانظر إلى دليلك، فدليلك دال على قيمتك. فلذلك وجب علينا أن نعلم بأن الخصومة والجدل بالهوى، ونحن نتجنب الهوى ونقول الأمر جلل، وكل منا مركب فيه الهوى، لكن إزالته لا تتأتى إلا على أصل التسليم، تمام التسليم والانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل متى يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا من يأبى رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وقلت تمام التسليم في هذا الباب، يستقيم القلب ويستقيم الإيمان وتتضح المسائل، والبدع تتلاشى بتمام التسليم لنصوص رب النبي الأمين. لكن تأتيني في كل نص يخالف ما تعتقد، تلوي عنقه وتأتي له بتأويلات باردة وترده ردا، وتقول في آخر الرد إن لم يستطع يرد يقول: إمامي يعلم هذا الحديث، لن أخذ به، إمامي أعلم به، وأكيد مر عليه الحديث، طالما لم يأخذ به يبقى إذن لا يؤخذ به. هكذا حكموا الرجال في النصوص وحكموا العقول في النصوص، لذلك ما كان لهم من الخير بحال. الفوائد المستنبطة: ما ظهرت البدعة إلا ظهرت العقوبة، ما ظهرت البدعة إلا وأتبعتها العقوبة. تمام التسليم سبيل النجاة، تمام التسليم سبيل النجاة.
وجب النظر بعين شمولية على كتاب ربنا جل في علا. وجب النظر بالعين الشمولية على كتاب ربنا جل في علا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا الفقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.